وزارة المالية تعلن إنشاء وحدة مركزية لدعم المصدرين والمنتجين لبحث المعوقات التي تواجه الصادرات بالمنافذ الجمركية. وزير الإسكان يعلن 23 من مايو موعدا لبدء تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا بحي غرب الجامعات بالقاهرة الجديدة. وارتفاع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة في إبريل وسط توقعات بمحادثات مباشرة بين الطرفين في وقت قريب. أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد المحلية والعربية والعالمية في نشرة اقتصادية مفصلة من النيل للأخبار، أهلا بكم. أكد وزير المالية محمد معيط الحرص على مواصلة مساندة القطاع التصديري باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تيسير الإجراءات وتذليل المعوقات التي تواجه قطاع التصدير وللتعامل الفوري المباشر مع أي تحديات بالمنافذ الجمركية. أصدر رئيس مصلحة الجمارك قرارا بإنشاء وحدة دعم المصدرين والمنتجين. هذه الوحدة تختص ببحث الشكاوى المقدمة حول المعوقات التي تواجه الصادرات المصرية بالمواقع والمنافذ الجمركية المختلفة، فضلا عن التنسيق مع وحدة المستثمرين التابعة لوزارة المالية، توحيدا للجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مصر. قال وزير الإسكان عاصم الجزار إن جهاز مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ الأحد الموافق 23 من مايو تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا بحي غرب الجامعات للفائزين بها، وأضاف أنه سيتم تسليم قطع الأراضي للفائزين في مواعيد محددة حتى يوم الثلاثاء الموافق 15 من يونيو منعا للتجمعات، وذلك لمجابهة كوفيد-19. في ألمانيا نجحت الشركات في زيادة صادراتها للشهر 11 على التوالي بالرغم من أزمة كوفيد-19، وبهذا تسجل الشركات الألمانية نموا قدره 1.2%، وهو ما يعادل مثلي التوقعات. وزادت قيمة مستوردات ألمانيا في مارس ب 6.5% عن الشهر السابق عليه، وخلصت زيادة الصادرات ميزان المعاملات الجارية إلى 14.3 مليار يورو. سجل الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 28.1 مليار دولار في إبريل، وذلك ارتفاعا من 21.37 مليار دولار في مارس. ووفقا لبيانات من الجمارك الصينية، فإنه في الشهور الأربع الأولى من العام 2021 بلغ فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة 100.68 مليار دولار. قالت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي إنها تتوقع لقاء نظيرها الصيني قريبا، في أول إشارة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد للتحدث إلى بيكين بشأن التوترات التجارية بشكل مباشر. وأضافت المسؤولة الأمريكية أنها تتطلع إلى لقاء كبير المسؤولين التجاريين الصينيين، متوقعة أن يحدث اللقاء على المدى القريب. بعد أربع سنوات من التقلبات الحادة بين بكين وواشنطن خلال تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، تستعد إدارة الرئيس جو بايدن للتحدث إلى بكين بشأن التوترات التجارية بشكل مباشر. ويظل عدم الاتصال المباشر بشأن التجارة مثارا للمخاوف بين الشركات من كلا البلدين من أن مسار العلاقة الاقتصادية يمكن أن يستمر في التدهور في ظل إدارة بايدن. وبموجب الاتفاق التجاري الضيق للمرحلة الأولى الذي توصل إليه ترامب مع الصين في أوائل عام 2020، يطلب من الجانبين إجراء محادثات كل 6 أشهر، ولكن لم يتم الوفاء بالمواعيد النهائية الأخيرة حتى الآن. وتترقب الصين المحادثات أملا في تحرك الولايات المتحدة لإزالة بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات من الصين كجزء من الحرب التجارية. وكان هذا الاتفاق قد أوقف مؤقتا حربا تجارية متصاعدة بسرعة هزت الأسواق العالمية وأدت إلى فرض رسوم جمركية بمليارات الدولارات على السلع المتداولة. وبموجب شروطه، وعدت الصين بتعزيز مشترياتها من فول الصويا ومنتجات الطاقة بشكل كبير من جانب الولايات المتحدة.
ننتقل إلى أسواق الأسهم الأوروبية، فقد سجلت الأسهم ارتفاعات غير مسبوقة، إذا عززت بيانات اقتصادية قوية من ألمانيا واقتصادات كبرى أخرى، وكذلك نتائج أعمال إيجابية الأمل في تعافي اقتصادي سريع من صدمة كوفيد 19. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ب3% ليصل إلى 442.24 نقطة، كما صعد مؤشر داكس الألماني ب8% ليقترب أكثر من أعلى مستوياته على الإطلاق، بينما سجل المؤشر كاك 40 الفرنسي أعلى مستوياته منذ نوفمبر عام 2000، واخترق المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني حاجز 7100 نقطة. وفي آسيا أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، اتهافت المستثمرون على أسهم التكنولوجيا والرخيصة الثمن، فيما حدد من المكاسب مخاوف بشأن بطء التعافي الاقتصادي وسط تمديد إجراءات الطوارئ المرتبطة بفيروس كوفيد 19. وصعد المؤشر نيكاي ب9%، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ب29%. وإلى أسواق العملات، حيث ظل الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوع، إذ يتعرض للضغط قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي من المتوقع أن تعزز الآمال في تعافي اقتصادي قوي بعد الجائحة وتدعم إقبال المستثمرين على المخاطرة. ومقابل سلة من العملات الرئيسية، انخفض الدولار ومؤشره بأقل من 1.1%، وهو في طريقه لخسارة بنحو 0.5% على أساس أسبوعي. وقد ارتفع اليورو ب1.1% ليصل إلى $1.20، وكان الجنيه الاسترليني أقوى قليلا مقابل الدولار عند $3,911. في أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب إلى قمة شهرين ونصف الشهر، وتتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في 6 أشهر، مدعومة بهبوط الدولار وتراجع لعوائد سندات الخزانة الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية ب3% ليصل إلى $1,820.35 للأوقية، وصعد البلاديوم ب6% ليسجل $2,962 للأوقية، وارتفعت الفضة ب6% لتسجل $27.47 للأوقية. وفي أسواق البترول العالمية، تعافت أسعار النفط بعد انخفاضها 1% في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية من الصين والولايات المتحدة الأمريكية أيضا، غير أن اشتعال جائحة كوفيد 19 بالهند ضغط على الأسعار. وبلغت العقود الأجلة لخام برنت تسليم يوليو 68.40 للبرميل بارتفاع 0.5%، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 0.5% إلى $65 للبرميل. انخفضت واردات الصين من النفط الخام ب2% في إبريل مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام، إذ قلصت شركات التكرير الإنتاج للتخفيف من الضغط على هوامش الربح الناجم عن ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة في المخزونات. وأظهرت بيانات رسمية أن أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استورد 40.36 مليون طن من النفط الخام في إبريل، أي ما يعادل 9.82 مليون برميل يوميا، وهذا هو أدنى مستوى منذ ديسمبر الماضي. وإلى هنا انتهت هذه النشرة، أذكركم بأهم أخبارها. وزارة المالية تعلن إنشاء وحدة مركزية لدعم المصدرين والمنتجين لبحث المعوقات التي تواجه الصادرات بالمنافذ الجمركية. وزير الإسكان يعلن 23 مايو موعدا لبدء تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا بحي غرب الجامعات بالقاهرة الجديدة. وارتفاع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة في إبريل وسط توقعات بمحادثات مباشرة بين الطرفين في وقت قريب. كانت هذه نشرة اقتصادية مفصلة من النيل للأخبار، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.